السلام عليكم شباب، الله يعطيكم العافية. معكم أسامة غزال. اليوم بدنا نتحدث عن كيف نسوي اكسبورت من أي تيبل أو أي كويري ل XML فايل. أنتم بتعرفوا ال XML فايلز يستخدم في كتير مجالات، من ضمنها داتابيز تبعت الإنترنت. معظم الويب سايتس بيستخدموا الداتا ك XML، مرات في بعض التليفونات تطبيقات التليفونات بيستخدموها ك XML، وحتى على الديسكتوب بيستخدموا كتير مرات الداتا ك XML. فهلا بدنا نشوف كيف بدنا نقدر نحول هذا التيبل، اي نوع تيبل ل XML. الان لو اجينا رحنا على الفاير داك وحطينا كونكشن وحطينا تيبل وحطينا كمان بلاشت كويري، خلينا هلا على التيبل. خلينا نروح كمان هلا على الداتا كنترولز ونحط دي بي جريد. لا، هو محطوط اوريدي دي بي جريد، سوري. بنروح على داتا اكسس، بنحط داتا سورس، هي واحد، هي اثنين. بنحط كمان كلاينت داتا سيت، واحد، هي اثنين. وبنحط واحد داتا سيت بروفايدر. اوكي، خلينا هلا نشوف شو بدنا نعمل. احنا هون عاملين جريد، دي بي جريد هون، وهون كمان دي بي جريد صفحه ثانيه. هون بدنا نسوي اكسبورت ل XML، وهون بدنا نقرا ال XML فايل اللي احنا سوينا له اكسبورت. وهون في عنا اوبن دايلوج وفي عنا هون سيف دايلوج. اوكي، طيب هلا انا عندي كلاينت داتا سيت 1 وعندي داتا سورس 2 داتا سورس 1 واف دي تيبل وكونكشن. خلينا نحط هذولي الداتا، الكلاينت داتا سيت 2 والداتا سيت وداتا سورس 2، هذول اللي هم حيكون اكسبورتد لهم. فخلينا نحكي انه الداتا سورس بدنا نربطها مع الداتا سيت 2، وهذا الجريد اللي هو في الاكس ام ال تيبل بدنا نربطه مع الداتا سورس 2. اوكي، نرجع لهذا هون، هذا الجريد بدنا نربطه مع الداتا سورس 1. طيب الداتا سورس 1 هذه بدنا نربطها مع اللي هي كلاينت داتا سيت 1. احنا هذا ربطناها مع ال 2، هاي ربطناها مع ال 1. اوكي، والكلاينت داتا سيت 1 بدنا نربطها مع البروفايدر هذا. اوكي، فلما نيجي نحكي له هون وين راح، ايوه بروفايدر نيم، نحكي له داتا سيت بروفايدر. ليش احنا بنربطه مع داتا سيت بروفايدر؟ الداتا سيت بروفايدر الحلو انك بتشبكه مع اي نوع تيبل، ان كان فاير داك تيبل ولا فاير داك كويري ولا اي دي او تيبل ولا اي دي او كويري ولا بي دي اي تيبل او بي دي اي كويري، اي نوع داتا بيز. اوكي، هلا الداتا سيت بروفايدر 1 بدنا نربطه مع التيبل 1 الاف دي تيبل 1 هذا. اوكي، والاف دي تيبل 1 اوريدي مربوط مع الكونكشن، ايوه، وهذا الكونكشن بدنا نعرف الكونكشن تبعنا فيه. نختار مثلا داتابيز اس كيو ال سيرفر، اللي هي سوري مش ماي اس كيو ال، اس كيو ال سيرفر. طبعا تقدر تختار اي نوع بدك اياه. السيرفر تبعنا اسمه سيرفر، وعندنا اليوزر نيم تبعنا والباسورد. اوكي، هاي تيست، هاي سكسسفول. بدنا نشيل اللوجن برومبت. الاف دي تيبل بدنا نختار له تيبل نيم، احنا بدنا الكتالوج نختاره اول شيء بتاع الاف دي تيبل. بنختار له الماي داتا عشان نسوي فلترنج للتيبلز. هون بنختار له مثلا ستودنتس. اوكي، خلص ما فيش داعي حتى نفتح التيبل. هلا احنا هون بالداتا سيت بروفايدر هذا، احنا زي ما حكينا شبكنا مع التيبل والكلاينت داتا سيت شبكناه. مجرد ما احنا فتحنا الكلاينت داتا سيت سوينا له ترو، فتحنا على طول التيبل تبع التيبل 1. اوكي، يعني لو احنا رحنا على التيبل 1 هذا قلنا اسم التيبل ستودنتس،
رحنا هون سوي لنا نيو كويري select star from students وهي execute. هاي طلع لنا جون ومايكل وسارة وسالي ولولو. اوكي نفس الطريقة هي هم جون ومايكل وسارة وسالي ولولو. هلا بدنا نيجي نحكي له export to XML. خلينا نسكر هذا الكلاينت داتا سيت. هون نيجي نحكي له if save dialog.execute if save dialog.filename لا يساوي single quotation single quotation إذن begin end if client dataset 1.active نقول له if not active إذن client dataset 1.open نتأكد إنه مفتوح مش مسكر. بعدين بنيجي بنعطيه client dataset 1.save to file. شو اسم الفايل راح يكون؟ اللي هو السيف ديالوج دوت فايل نيم فاصلة شو نوع الفايل اللي بدنا نسويه؟ بدنا نحكي له اف سوري دي اف اكس ام ال. هلا في عنا اكس ام ال وفي عنا اكس ام ال يو تي اف 8. اليو تي اف 8 هذا اذا كان في الداتا في عربي بنحط له دي يو تي اف 8 إذا كان في كتابة عربية. أوكي؟ هيك إحنا بنكون سوينا له export. وهي بنقول له show message. done. طيب بدنا نيجي نفتح الملف هذا نشوفه شو هو. بنروح هون على open XML table. بنحكي له نفس الشيء. if open.execute if open. dialog.filename لا يساوي single single إذن client dataset2.filename بساوي ال open dialog1.filename نحطهم begin و end وبنحكي له ال client هون فاصل منقوطة client dataset2.open وهو بنحكي له if client dataset.active then client dataset2.close. يعني بدنا نيجي أول شيء نشوفه إذا closed إذا كان active open بنسوي له كلوز بنعين الفايل نيم تبعه وبعدين بنحكي له اوبن. اوكي طيب الان هاي الديزاين اعتقد هيك احنا خلصنا هاي قبل هيك بدنا نيجي نحكي له اون شو للفورم اف نوت كلاينت داتا سيت 1 دوت اكتف then client dataset 1.open هاي وهي run. اوكي هاي احنا حكينا التابل العادي في قلبه الفيلدز هذه سوي له export بسألنا وين بدك تحطه. هاي فولدر اسمه my data students.xml هاي save done. نيجي لهون نحكي له open xml table هيو student xml هاي فتح لنا اياه. فلو رحنا على الفولدر بتاع الستودنتس حنلاقي ملف xml اسمه students. لو رحنا قلنا له edit هاي ال xml او خلينا نقول له مش edit open with notepad اوضح هاي ال xml فايل تبعه. طيب سوى له export كxml. طيب بس هيك الطريقة؟ لا مش بس هيك الطريقة. هلا احنا هون سوينا export لتابل كامل. طب لنفرض انه انا بدي export لتابل مركب يعني انا بدي اجي اسوي query مش table.
فبنمحي هذا التيبل بدناش اياه، وبنيجي بنحط له هون اف تي كويري، والاف تي كويري هذا الداتا سيت 1 سوري البروفايدر اسف، وينه هاي البروفايدر؟ بنيجي بنحكي له الداتا سيت اللي هو الكويري. اوكي، وهذا الكويري شو بدنا نحط فيه؟ بدنا نيجي نعطي له، عندي انا تو تيبلز، واحد اسمه امبلويز هيو، واحد اسمه ديبارتمنتس، بدي اجي اسوي لهم جوينينج مع بعض. بدي استخدم هذا الكويري سيلكت اي امبلوي نيم سالري كذا كذا فروم امبلويز ليفت اوتر جوين ديبارتمنتس كذا كذا كذا. فهذا الكويري بدي اسوي له كوبي، وبنيجي بنحطه في قلب الكويري هاي، نحط لهم بيست ونتاكد اكسكيوت انه شغال. اعطاني الانفاليد اوبجكت نيم امبلويز، عارفين ليش؟ لانه احنا هون في الاف دي كونكشن ما اخترنا الداتابيز اللي هي الماي داتا اسمها داتابيز. فنيجي نقول له اكسكيوت، هاي سوينا اكسكيوت لها، فاخترنا بس فيلدز معينه من تو داتابيزز من تو تيبلز. اوكي، نفس الطريقه تماما، هاي ران. لاحظوا احنا ما سوينا اوبن للكونكشن ولا سوينا اوبن للكويري. هاي نيجي نحكي له هاي التيبل، هاي فتحنا على الاخير، هاي عباره عن امبلوي نيم السالري الديبارتمنت نيم. نيجي نحكي له اكسبورت تو اكسل، نيجي نحكي له هون امبلوي ايز. اوكي، وهي سيف دن. الاكس ام ال تيبل هي اوبن، نختار له الامبلوي امبلويز، هاي جاب لنا اياه مباشرة. ولو نيجي نطلع هون حنلاقي عندنا صار امبلويز وصار عندنا ستودنتس. اوكي، طيب بامكاني برضو انا شو اسوي؟ نختار نفس الطريقة ADO ADO table أو ADO query. فأنا من أي واحد من هدول باجي بمسك ال data set provider وبحكي له data set أي واحد من هدول ADO query ADO table 1 شو ما حطينا. يعني ال data set provider عبارة عن وسيط بين ال client data set وبين اي كومبوننت يحتوي على تيبل او يحتوي على كويري او على اي شيء انا بدي اياه. لانه ما بقدر انا اجي احكي له ال ADO.save to file او الكويري دوت سيف تو فايل، لا انا خلص بحكي له هون هذا السيف تو فايل وهذا بيرتبط مع اللي انا بدي اياه. طيب انا لنفرض انه انا هذا الكويري ما بدي برضه كل التيبل كل الفيلز اللي في قلبه اسوي لها امبورت اكسبورت، بدي بس اسوي مثلا للامبلوي نيم وللسالري، مع انه الكويري يحتوي على الاثنين. او بدي مثلا اجي اسوي له مثلا بس للرواتبهم اكثر من 100 من 1000، فممكن احكي له هون وير سالري اكبر يساوي 1000. اوكي، هاي اكسكيوت، لاحظوا بس الرواتبهم اكثر من 1000 اعطاني. فلو جينا سوينا ران نفس الطريقه، هاي الرواتبهم اكبر من 1000 او اكبر او يساوي 1000 اكسبورت، نحكي له هون امبلويز 2 وهي سيف. اوكي، وهي اوبن اكس ام ال، هاي امبلويز 2 اعطاني فقط اللي اكثر من 1000. طيب لنفرض انه انا بدي بس اخذ 2 فيلدز اللي هي الامبلويز نيم امبلوي نيم والديبارتمنت نيم، نيجي نعطي هون الفيلد اديتور اد اول فيلدز وبنشيل السالري هذا. لما نيجي نسير السالري نيجي نسوي ران، هلا لو كبرنا هذه ما فيش عندي سالري، بس عندي اسم العميل او اسم الموظف والديبارتمنت تبعته. هاي اكسبورت employees او employee names فقط.
اوكي وهي سيف دان اكس ام ال اوبن امبلويز امبلوي نيمز وهي اوبن. اعطانا فقط اسماء الموظفين والديبارتمنت تبعته. فاذا المختصر او في المحصله او الموجز النهائي انه انا بقدر اعمل كويري احط فيه شو ما بدي بجمله الكويري، بقدر اعمل او اربط مع تيبل، بقدر افلتر هذا التيبل او افلتر هذا الكويري. يعني بقدر اسوي مثلا من هون، مش شرط انه يكون وير السالري اكبر من 1000 من هون، ممكن احطها بالفلتر تبع الكويري. اوكي، وبقدر من الكلاينت داتا سيت يعني هون الفيلد اديتورز هون، او من الفيلد تبعت الكويري اختار الفيلدز انا بدي اعملها اكسبورت. فهو راح يقرا بس الفيلدز اللي انا بدي اعملها الاكسبورت. اذا انا ما حددت الفيلدز حيروح يسوي لي اكسبورت لكل الفيلدز الموجوده في هذا الكويري او في هذا التيبل. بهاي الطريقه احنا بنكون حولنا اي تيبل عندنا او اي داتا شو ما كان نوعها، اس كيو ال سيرفر، ماي اس كيو ال، اوراكل، بي دي اي، بارادوكس، يعني اكسس، اي شيء بنقدر نحوله ل اكس ام ال فايل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا شباب. ما تنسونا من اللايك والشير، واذا مش مسوين سبسكرايب نرجو انكم تشتركوا بقناتنا. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.